دكاترة الدايت وأخصائي التغذية العلاجية دايما يقولوا لك ايه، انت ليه مركز في الكنافة والقطايف في رمضان؟ طب ما تاكل فاكهة عشان تخس، ما دي فيها سكر ودي فيها سكر. اقول لهم لا، ايش جاب لجاب؟ انت وبعدين ايه بايه؟ ده مش وقت خالص فاكهة، ممكن فاكهة في اي يوم في السنة، لكن رمضان يعني كنافة وقطايف، رغم ان هي موجودة طول السنة لكن الاقبال بيزيد عليها شوية في شهر رمضان، وبقت جزء من طقوس وعادات المصريين في هذا الشهر الكريم. التقرير اللي جاي هنعرف من خلاله ايه اصل الحكاية وليه ارتبطت الكنافة والقطايف بشهر رمضان. رمضان شهر له رونقه الخاص وجماله، وارتبط الصائمون في هذا الشهر بحلويات رمضان مثل الكنافة والقطايف وجميع أصناف الحلويات الشرقية. وهذه الحلويات لها جذورها في المجتمعات العربية وخصوصاً في مصر، ولها أيضاً تاريخ طويل. بداية كانت الكنافة زينة لموائد الملوك والأمراء، وبدأت تنتشر بين المسلمين على موائد رمضان. وتعددت الروايات حول بداية ظهور الكنافة، فقيل إن صانعي الحلويات في الشام هم من اخترعوها وابتكروها وقدموها خصيصاً إلى معاوية بن أبي سفيان، وهو أول خلفاء الدولة الأموية وقت ولايته للشام، كطعام للسحور لتمنع عنه الجوع الذي كان يشعر به في نهار رمضان. وقد كان معاوية يحب الطعام، فشكى إلى طبيبه من الجوع الذي يلقاه في الصيام، فوصف له الطبيب الكنافة لتمنع عنه الجوع. وفي رواية أخرى قيل إن الكنافة صنعت خصيصاً لسليمان بن عبد الملك الأموي، كما قيل إن تاريخ الكنافة يرجع إلى المماليك الذين حكموا مصر في الفترة من عام 1250 وحتى 1517 ميلادية، وأيضاً إلى العصر الفاطمي. أما القطايف فيرجع تاريخ نشأتها واختراعها إلى نفس تاريخ الكنافة، وقيل إنها متقدمة عليها، أي أن القطايف أسبق اكتشافاً من الكنافة، وحيث تعود إلى أواخر العهد الأموي وأول العباسي. وقيل كذلك إن تاريخ صنعها يرجع إلى العهد المملوكي، حيث كان يتنافس صناع الحلوى لتقديم ما هو أطيب، فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزين ليقطفها الضيوف، ومن هنا جاء اسمها القطايف. حلو برضو إنك تبقى عارف يعني تاريخ الحاجة اللي أنت بتاكلها جاي منين. والجميل إن احنا نلاقي رد على بتوع التغذية العلاجية، انتوا ليها تاريخ وليها أصل. طبعا دي حاجه ملوكي. وبعدين احنا كل سنه بقى بنلاقي في الايه الاختراعات بتاعه الكنافه نحط فيها ما اعرفش، لكن تظل الكنافه اللي هي العاديه بتاعتنا، عارفها اللي هي المحروقه الجميله دي. انا لسه امبارح واكله كنافه بالكيك، فظيعه. انا ما بمليش في الاختراعات، انا بحبها كنافه زي بتاعتنا. ملهاش في الاختراعات، قلت لك كنافه بالكيك. بس امبارح كلت واحده جديده كده، لا كانت فظيعه. انا بروح للحاجات العاديه، البسبوسه العاديه ما فيهاش فكره، يعني بحب الحاجات العاديه دي.